كلشي غالي، كلشي حتى حاجه تحط عليها يدك ما تلقايها هي هذيك. وينك حنا خدامين؟ شحال خدامين؟ 50 درهم في النهار ولا 15 100. انت الطابليه خارقينها من 8 الصباح، ها؟ وملي تجي عند شي تبغي تشري شي حاجه مدوبله على 3 ولا 4 المرات. انا عمي اختي خدام 1000 ريال، والله شي خدام 1000 ريال بالله، وعايش عائله والعذاب الالم. حنا عاونين عايشين في القاهره، نصف الروج وشويه خضره وشويه ديسي في 100 درهم، والله ما نكذب عليك. هاي 4000 ريال، هاي عاد تصرفش. دراوي شو الدرويش غيعيد هذا العام؟ باش غيعيد؟ والحولي شكون غيوصلوا؟ حنا غنوصلوا الحولي. حنا كل لقينا مطيشه كتجينا غاليه والبصله غاليه وكل شيء غالي، عاد نوصلوا الحولي. 4000 ريال شنجبدها؟ من 6 الصباح وانا شنديمير ديشي 12 الليل. ولكن هما سادين ودنيهم داري القطن ما كيسمعوناش. راه بزاف ماشي عي شويه، بزاف هادشي اللي داروا فينا هاد اخنوش ولا سم، راه دار فينا حاله. انا ماشي نخشي، راه انا اللي عند امي وكاري ولا اله الا الله، بقى لنا الحجر ناكل وخشي. يا ما خلاش الشعب كيفاش هضر باي لغه، حتى واحد ما سمع لي. حتى الغدا امام الله وغنتحاسبوا. هاد العام هذا كله قاصح وباقي الان، زعما غيفوت رمضان هذا وعاد جاي العيد وعاد هادي، راه ما كاين غير الغلا الفوق، كل شيء غالي. دابا كنشوفوا الدجاج واصل 25 درهم، والحولي شحال غيكون؟ والحولي شكون غيوصلوا؟ حنا غنوصلوا الحولي؟ لا شناه من اتساع من البعد شفناه، وما ما غنقدروش نوصلوا، شكون غيقدر يوصل شي حولي؟ حنا كل لقينا مطيشه كتجينا غاليه والبصله غاليه وكل شيء غالي، عاد نوصلوا الحولي؟ ما غنوصلوش البنتي الحولي، شكون غادي يقدر يوصل ليه؟ الحولي مال فين الحولي كيشريو الدراوش؟ والدرويش غيعيد هذا العام؟ باش غيعيد؟ باش غيعيد؟ باش ما عنده باش يعيد، راه لا حول ولا قوه. وبزاف بزاف راه بزاف ماشي عي شويه، بزاف هادشي اللي داروا فينا هاد اخنوش ولا سمب، راه دار فينا حاله. كلشي غلاه، كلشي غلاه، كلشي حتى حاجه ما خلاها هي هذيك. عاد حنا واخا تهضري حتى تعيا، ما خلاش الشعب كيفاش هضر باي لغه، حتى واحد ما سمع ليه، حتى واحد ما سمع ليه. حنا كنهضروا والناس كيهضروا، ولكن هما سادين ودنيهم داري القطن ما كيسمعوناش. علاش؟ الله اعلم. واش بغاو بنادم يثور؟ ما بصافي بنادم راه غينفجر ولا مشى تنفجر بنادم، راه لا اله الا الله. المغاربه ما كيوقفوش لا بداو، والله ما وقفهم شي واحد على هاد الحاله وعلى هاد الغلا. واش الراجل ولا يدوز يبقى يشوف واقف هكا تيشوف عند الجزر تكيعيا ويزيد يحني راسو ويزيد؟ كنقول له دابا حتى العشاء ما عندنا باش نتعشاو، حتى تقول لي يلا يلا ناخذ لك واحد 4 ديال اللحم، وهذه حاله هذه والطابليه خارقينها انت، ها وما لاقي انت باش نتعشاو ولا باش ناكلو. الخضره ها انت جوي الخضار مسكين ها واقف، شكون غيوصله؟ كلشي غالي. دابا اجي نقول لك ها بيني وبينك، حنا خدامين بشحال خدامين؟ 50 درهم في النهار ولا 15 100. انت الطابليه خارقينها من 8 الصباح، ها؟ وملي تجي عند شي تبغي تشري شي حاجه تلقاها هي زادت مدوبله على 3 ولا 4 المرات. حنا راه عاونين عايشين في القاهره هو في تمارة مشاكل. الزم الخضرة غالية بزاف، كلشي غالي، كلشي حتى حاجة تحط عليها يدك ما تلقايها هي هذيك. كلشي غالي، كلشي غالي، فايت 1000 فرنك الفوق، كاين اللي ب 400 ريال. راه دوزنا رمضان واحد الحالة ما يقولكش، راه الحالة لا يرتلى. وهما دابا حتى الخضارة كيشريو بالغلا، وقال لك هاد الغلا هاد اللي كاين راه الخضارة اللي كيغليو على لا وراها الخضارة ولا الجزارة ولا كل شيء، حتى واحد ما حتى هما كيشريو بالغلا. على ما شارينو رخيص، كل شارينو رخيص غادي يبيعوا لنا رخيص، ديما تنتعاملوا معاهم وديما تناخذوا من عندهم وديما، ولكن دابا هما حتى هما تيشريو بالغلا، حتى هما راه تقهروا كثار منا. حنا راه تنقولوا لا ما لقيناش، راه نديروا بيصاره ولا نديروا حتى البيصاره ولات غاليه، كل شيء غلا. راه ما بقى لينا غير انفجار قرب، ما بقى والو. اللوبيا 360، القطنيه زعما تمشي القطنيه ولا تمشي شي حاجه، والو. تقهرنا تقهرنا تقهرنا، وهذا الشيء راه بزاف بزاف. الحانوت ما بقيتي تقدري تدوري ليه، الخدام ما بقيتي تدوري ليه، الجزار ما بقيتي تدوري ليه، فين غيوصلوا بهذا الشيء؟ هما اللي غيعرفوا فين غيوصلوا بهذا الشيء، غيوصلوا لشي حاجه خايبه.
ولا مشاتو نفاجروا المغاربه راه ما كاينش اللي يحبسهم، والله ما كاين اللي يحبسهم، راه غير باقيين شتي دوك الناس الكبار هما اللي كيهدنوا الدراري الصغار، والله العظيم الا غير الدراري هذوك راه حابسين غير بوالديهم هما اللي كيهدنوهم. دابا 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 ونهار يتقاد هاد دابا والله حتى غايشوفوا شي حوايج اللي ما عمرهم شافوهم في المغرب. الله يدير تاويل ديال الخير وصافي، والله يهديهم علينا، والله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا، نقولوا لهم تنعيون نقول لهم الله يهديهم علينا. هما راه شوفي اللي ما عنده فيلا، ما عنده فيلا عنده غير 10، ثمن ولده باقي في الكرش ديال ليه فيلا، حنا شارين كارين بيس مع الجيران، بيس حنا فيه خمسة ولا ستة الناس كنتخالفوا فيه، والصغير ذاك اللي في كرش مو داير ليه فيلا في سميتو راه هي كتسينو، كل واحد فيلتو بطوموبيلتو بهادي وقاسين تيضحكوا على الشعب. شنو تقولي لهم؟ تيضحكوا. واخنوش الله يعطيك. اسمح لي نقاطعك. اخنوش. شي واحد الكلمة قسمك في امي بالله راه حشومة الشيشة ديالو في الناس، الناس راه مقهورة، شوفوا الدراري واش راه كاين اللي يتيم كاين اللي كاري كاين اللي عريان كاين اللي مسكين مريض كاين اللي باغي يتزوج كاين اللي حمق راه حشومة هادشي، ولكن هذاك الشيء حتى غدا امام الله وغنتحاسبوا. يخلص الدنيا عاد اخرى الدنيا ربي غادي يشوف. شوف الناس راه خدامه ب 1000 ريال، الناس راه خدامه ب 1000 ريال، الناس راه معذبه. انا عمي اختي خدام ب 1000 ريال، والله شي خدام ب 1000 ريال بالله، وعايش عائله والعذاب الاليم. شنو هي 1000 ريال اختي؟ راه عيب هذا الشيء، وعرفنا تعيب. والله ياخذ حق اختي، هذا الشيء اللي غنقول. حسبنا الله ونعم الوكيل. ياخذ فيهم الحق. راه الدروش راه لا اله الا الله، راه تخلص 100 درهم، 100 درهم 4000 ريال اختي، ها هي. قسمك فمي بالله، عاد تصرفت اختي 4000 ريال، ها هي 4000 ريال. تكون ديتي بها والو. اصلا شي نصف الروج وشويه خضره وشويه ديسي في 100 درهم، والله ما نكذب عليك، ها هي 4000 ريال، ها هي عاد تصرفت. و 4000 ريال اختي، 4000 ريال شنجبدها من 6 الصباح وانا شنديمير ديش 12 الليل باش نصور 4000 اختي. راه لا اله الا الله وكاين الله معانا، شي درويش مع الله، واخا يديروا لي داروا مع الله. رمضان عباد الله تيركع والحمد لله، قسمك فمي بالله شتي هذيك اخنوش، والله لا يخرج لي طريفه وربي ما يخرج لي طريفه، عرفتي علاش؟ حد الدرويش بزاف، راه دراوش بغى يربي الشعب، ربات راسو اختي بقى ربي الشعب، بلا ما يربي راسو بعد هذيك 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 قولي شي كلمه بالفرنسي ما عرفتش يقول شي كلمه بالفرنسي، فهمتيني اختي؟ بعد معذب كاين مسكين خدام في الشركه ب 40000 ريال معيش عائله، ويخرج اختي وخضريقه بطاطا دايره 140 160 ودابا الصالير ما بقاش يكمل لك شي، ولا الدرويش خاصو الدرويش الدرويش اختي السرديل 400 500 الدرويش خاصو ياكل السرديل ب 10 دراهم، كاين اللي عنده عائله معيشه راه حشومه. حسبنا الله ونعم الوكيل اختي، والله يلا والله الا حسبنا الله، راه قتلت لها مشات تضحك والله قتلت لحدها مشات تضحك وحق الله، راه ما لقينا ما ناكلو اختي وحق الله، انا ماشي انا اختي راه انا اللي عند امي وكاري ولا اله الا الله، راه قالنا الحجر ناكلو اختي ولا اله الا الله، مسؤوليه على الحمى كامله خدامه على امي مشي لا من هنا رمضان اختي 80000 ريال اللي مشات وخدام وتنبيع وتنشري و80 فيه من جيبي خليتها اختي. تنقول سيدنا عاش الملك اختي، هذاك السيد راه خاصو يحيدو سيدنا، راه خاصو يحيدو سيدنا، وعاش الملك اختي، الله يسهل عليك اختي، الله يعاونك. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.